بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. هذا الحديث أيضا يبين مسألة من مسائل الصيام، وهي مسألة تعجيل الفطر واستحباب تعجيل الفطر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث يشير إلى عدة أمور. أولها يدل على أن الأمر سوف يختلف، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر يدل على أنه ستأتي أحوال أو ستأتي أوضاع أو سيأتي زمن، إما أن الناس كلهم يؤخرون الفطر، أو يأتي بعض المنتسبين إلى الإسلام وبعض الفرق فتؤخر الفطر. ويوجد في بعض الفرق الضالة من تؤخر الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وهو يدل دلالة واضحة وصريحة على استحباب تعجيل الفطر. كما أنه قد يدل أيضا على أحوال قد تتغير في الأمة وأوضاع، بحيث إنهم إما أنهم لا يهتمون بالسنة ولا يأبهون بها ولا يحرصون عليها، وهذا ليس من علامات الخير أبدا. فمن من أظهر علامات الخير ودلالات التوفيق للأمة أن تكون مستمسكة بكتاب ربها، ملتزمة بسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، بل تكون متحرية للسنة وحريصة عليها. إنها إن اختل شيء عندها في ذلك فهذا دليل على اضطراب الأحوال وعلى فقدها الخيرية أو شيئا من الخيرية. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وقد يكون من أسباب تأخير الفطر مثلا إما أن يكون الناس ينامون، ومع الأسف أنه قد يوجد في بعض الأوضاع أو بعض الناس من ينام نهاره، وقد ينام الظهر مع العصر، وقد لا يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها ويزعم أنه صائم، وقد يأتي عليه المغرب وهو نائم، مما يدل على أن الأمة تغط في تيه وفي غفلة وفي كسل وفي اختلاف موازين، وبخاصة فيما يتعلق بالشعائر المحافظة عليها. فالحديث كما أن فيه ترغيبا في التعجيل بالفطر، فيه ترهيب وتنبيه وتخويف فيما قد تحول تصير إليه بعض أحوال الأمة، إما في بعض المنتسبين إليها وإما في بعض أزمنتها وأعصارها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وطبعا من المعروف أن المقصود بتعجيل الفطر هو يعني بعد تحقق غروب الشمس، لأن الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. بمعنى الإنسان لابد أن يتم الصيام حتى يتأكد من غروب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء أيضا حمل قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم، إذا أقبل الليل من هنا وأدبر الصبح من هنا فقد أفطر الصائم، بعضهم حمله على أنه أفطر بمعنى أنه انتهى الصيام وإن لم يأكل شيئا وإن لم ينوي الإفطار. فقد أفطر يعني انتهى الوقت وحصل الإفطار، سواء نوى أو لم ينوي، وسواء أكل أو لم يأكل. وبعضهم قال لا، إن أفطر بمعنى حق له الفطر، فقد أفطر يعني بمعنى جاز له الفطر. والمقصود هو والمقصود بالأمر أن الإنسان ينبغي أن يبادر بتعجيل الإفطار
بعد تحقق الغروب. والمراد بتحقق الغروب إما أن يرى الشمس بنفسه بحيث يرى قرصها الأعلى قد غاب، وإن كان النور قويا وإن كان الشفق قويا، لأن الشمس أول ما تغرب وبخاصة إذا كان الجو صحو، إذا كان الجو صحوا فإنه يبدو شعاعها قويا ولو غاب قرصها، والحكم مرتبط بغياب القرص. فإذا غاب قرصها في الأفق وغاب جزءه الأعلى فحينئذ أفطر الصائم. فإذا كان الإنسان في برية مثلا أو في موقع بحيث يرى الشمس وهي تغيب، فإنه حينما يغيب القرص فإنه يفطر، وإن لم يؤذن المؤذن، إذا كنت في بادية أو في صحراء أو على جبل أو في منطقة بحيث ترى الشمس وهي تغيب في الأفق ورأيتها بنفسك قد غابت، فإنك تفطر وإن لم تسمع المؤذن، وسواء تسمعه بنفسك أو تسمعه براديو أو نحو ذلك، فإنك ما دام أنك بنفسك تحققت الغروب فإن الإفطار أصبح سائغا. أو إذا كان لا يرى الشمس بنفسه وإنما يعتمد على المؤذن، أو حتى يعتمد على ساعة تفيد غلبة الظن، فإن هذا كافي، والمؤذن عادة لا يؤذن إلا إذا غربت الشمس، والمؤذن يؤذن لدخول الوقت. فإذا أذن المؤذن فينبغي الإنسان أن يبادر، بالإفطار. وكذلك إذا كان عنده ساعة وتفيد غلبة الظن، وغالبا أكثر الساعات في الوقت الحاضر أكثر ضبطا بكثير من الساعات السابقة، ولهذا فإنها تفيد غلبة الظن. فمثلا إذا كان من المعتاد أن المؤذن يؤذن مثلا الساعة السادسة مثلا الآن، والإنسان مثلا في نفس المنطقة التي توقيتها الساعة السادسة ولم يسمع أذانا ومعه ساعة منضبطة، فإنه حينما تبلغ السادسة والسادسة ودقيقة ودقيقتين فإنه يفطر، لأنه يكفيه هذا في الاحتياط. فالمقصود هو أن الإنسان يبادر بالإفطار ويعجله أولا تحريا للسنة وتحريا للخيرية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير. وأيضا كذلك مسألة يعني أو ملحظ آخر، وهو أن المسلم مقصوده الطاعة ومقصوده الامتثال، والله سبحانه وتعالى حينما شرع لنا الشرائع وفرض علينا الفرائض فإن مقصوده سبحانه وتعالى أن نمتثل وأن نطيع. فالامتثال كما يكون بالكف يكون أيضا بالإقدام. فكما أننا امتثلنا بأن تركنا الطعام والشراب حينما طلع الصبح، كذلك امتثالنا بأن نأكل حينما ننتهي أو حينما ينتهي الوقت أو حينما تغيب الشمس. فإن الطاعة في الكف في الصباح أو عند طلوع الفجر، والطاعة كذلك بالأكل والتقرب إلى الله عز وجل بالأكل، وبخاصة أن هذه كما مر معنا بالأمس أيضا أن العبادة مردها النية، فأنت حينما تأكل قاصدا السنة والتزام السنة ومبادرا بالإفطار لتتحرى قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، فهذا أيضا نور على نور ومزيد من الأجر ومزيد من الاستكثار من الثواب طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة، وهي أن لا شك أن السنة هي تعجيل الإفطار، لكن لو كان الجو غيما وعليه قتر أو قد يكون مظلم من أول العصر مثلا، فالإنسان لا شك أنه يحتاج إلى أن يحتاط، يحتاج إلى أن يحتاط في تحري الغروب. فهذا قد يطيل أو لا يتمكن من تعجيل الإفطار. لماذا؟ لأنه يريد أن يأخذ بالاحتياط، وهذا صحيح. فإذا كان الجو غيما أو كان أظلم الجو نتيجة قتر أو سحب كثيفة أو دخان أو أي بعض العوارض الجوية التي يسوقها الله سبحانه وتعالى، فهذه إذا الإنسان فعلا أظلم الوقت مبكرا وأصاب الناس ظلمة مثلا، فإنهم عادة لا يبادرون بالإفطار. لماذا؟ لأنهم يتحرون غلبة الظن بغروب الشمس. وكما قلنا إذا كان الإنسان عنده ساعة أو ساعات أو و و و و تفيد غلبة الظن
بدخول الوقت نتيجة دقة ضبطها، وهذا أيضا هو اللي غالبا هو الذي يشمل الساعات أو أغلب ساعات الناس، فلا مانع أن يعتمد عليها، لا مانع أن يعتمد عليه، لكن المقصود أن تعجيل الإفطار هو بعد تحقق الغروب. الإنسان يعجل الفطر بعد أن يتحقق من غروب الشمس أو أن يغلب عليه الظن في غروب الشمس. وفي رواية الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وهذا أيضا يؤكد على استحباب تعجيل الفطر، ولهذا لم يقل العلماء بالوجوب، وإلا الحديث الأول كان قد يفيد الوجوب، لكن قال العلماء إن الصارف له عن الوجوب أو صارف هذه الأحاديث عن الوجوب هو مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم، أو جواز المواصلة إلى السحر، جواز المواصلة إلى السحر، وبخاصة عند بعض أهل العلم، وسوف يأتي حديث الوصال إن شاء الله. فالله عز وجل يقول هنا في حديث القدسي في رواية الترمذي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ولا شك أن كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يتحرى أن يفوز بمحبة الله عز وجل وأن يحظى بحب الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، يعني كلما بادر العبد في الإفطار كان أحب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه كما قلنا قبل قليل، الله عز وجل فرض علينا الفرائض لنمتثل، ليس فنحن لا نتقرب إلى الله بتعذيب أجسادنا، ولا نتقرب إلى الله بالمشاق، وهذه قضية دقيقة يجب أن نعرفها. والله عز وجل لم يكلفنا ليشق علينا، ولم يكلفنا ليعذبنا، وإنما كلفنا ليبتلينا بطاعته حتى نطيعه، لينظر من يطيع ومن يعصي. فمبادرتنا بالإفطار وتعجيلنا بالإفطار امتثال لله عز وجل، والله عز وجل يحب ذلك لأنه ما يريد أن يشق علينا، إنما يريد أن يرى مدى طاعتنا ومسارعتنا لامتثال أمره سبحانه وتعالى. فلا نتقرب إلى الله بالمشاق، وهذه قضية وقاعدة دقيقة، الله لا يتقرب إليه بالمشاق. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تمشي إلى الحج، أو ذكر له امرأة تمشي إلى الحج، فقيل: ما هذه؟ قال: يا رسول الله، هذه امرأة نذرت، أو قال: إن هذه أختي نذرت أن تحج ماشية. قال: مرها فلتركب، فإن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بل لعله رأى فيها إرهاقا. ولا شك أن من نذر أن يمشي فإنه يمشي، كما هو معروف في الحكم أن من نذر أن يحج ماشيا فيحج ماشيا ماذا ما يشق عليه، لكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها أنها لحقتها مشقة، فقال: مرها فلتركب، فإن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وقد اجتمع الناس حوله، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أبو إسرائيل؟ قال: رجل نذر أن يقف وأن يصوم وأن لا يستظل، نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن يقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه أن يستظل وأن يقعد وأن يتم صومه. فهذا يدل على أمرين: أولا على أن العبادة مبناها على التوقيف، والأمر الثاني أن التقرب إلى الله بالمشاق ليس بمشروع. فلا تتقرب إلى الله بتعذيب جسدك، ولا تتقرب إلى الله بشيء يشق عليك لا تطيقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فليصلي أحدكم نشاطا، وإذا نعس فلينم أو فليرقد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصابك النعاس فأنت تصلي فرقد. لأن لأن لأنك ليس المقصود التعذيب الجسم ولا تعذيب الجسد، وإنما المقصود أن تقرب إلى الله عز وجل أولا بطاعته وبالتزام سنته وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث تتحرى السنة. ولهذا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سارية حبلا ممدودا في سارية المسجد، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب، كانت تعتمد عليه وهي تصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا وليصلي أحدكم نشاطا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يشق على نفسه بشيء لا يطيقه. لماذا؟ لأنك تتقرب الله بالطاعة وبالامتثال، لا تتقرب الله بتعذيب جسدك.
والله عز وجل كما يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: إن الله لا يتقرب إليه بالمشاق، لا يتقرب إليه بالمشاق. ولهذا ولمانا أيضا نقرر ذلك، هل الأجر على قدر المشقة؟ هل الأجر على قدر المشقة؟ ليس الأجر على قدر المشقة بإطلاق، إنما الأجر على قدر الامتثال. فالمشقة بذاتها ليست قربة، المشقة بذاتها ليست قربة، لكن لا شك أن بعض العبادات شاق بطبيعتها، بمعنى أن العبادات ليست في درجة واحدة من المشقة، ليست في درجة واحدة من المشقة. فأنت تثاب على المشقة في العبادة لأن المشقة جاءت في طريق العبادة. ولهذا المسجد بعيد الخطى آجر، لماذا؟ لأنك في طريقك إلى العبادة. ومن أشق العبادة الجهاد، فيه إزهاق الأنفس، فهو من أعظم القربات، لكن ليس لأنه شاق، إنما لما فيه من العبادة وما فيه من الفداء بالنفس والمهجة لله عز وجل. إذن ندرك من هذا أن الأجر على قدر الامتثال، ولا شك أن العبادات تتفاوت في المشقة بما شقتها. أما أن تتقرب إلى الله بالمشقة، أن تمشي في الشمس، أو أن تمشي في طريق كله شوك أو كله حجارة، هذا ليس من الدين، إلا إذا كان هو في طريق المسجد عندك هكذا فأنت تثاب. إذا كان طريق المسجد مشمس، أو طريق المسجد فيه حجارة أو نحو ذلك، أو كان مطيرا أو ثلجا أو شتاء ونحو ذلك، فلا شك أنك تثاب على هذه المشقة لأنها في طريق العبادة. والله عز وجل يقول: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. إذن المشقة التي في طريق العبادات مثاب عليه. فقد يكون الأجر الصيام في الصيف أعظم أجرا، وقد تكون كذلك الصلاة في صلاة الليل في 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 في, في الصيف أيضا في في في, في الصيف، نعم، حينما يكون الليل قصيرا وهكذا. فالمشقة التي تأتي في طريق العبادة لا يثاب عليها. أما أن تتعمد أنت تتقرب الله بمشقة، لا. ولهذا كان من مما يحبه الله عز وجل من عباده، ومن أقرب العباد إلى الله أو أكثرهم حبا، الذي يعجل فطره لأنك تمتثل. فلا تقول: لا، أنا ما أفطر إلا بعد العشاء حتى مشقة الصيام، ولأن هذا أصبر على الجوع وأصبر على العطش لله عز وجل. لا، العبادة أن تمتثل. ولهذا يا إخواني، أكثر ما تأتي البدع من مثل هذا حينما لا يفقه الناس ذلك. البدعة تأتي دائما بمخالفة السنة، وتأتي غالبا الاجتهادات العقلية والمستحسنات العقلية، وإن كانت نواياهم صحيحة. المبتدعة نواياهم صحيحة ومقاصدهم حسنة، يريدون الثواب ويريدون الأجر ويريدون التقرب الله عز وجل، لكن النية الحسنة وحدها ليست كافية، والإخلاص وحده ليس كافيا، وإن كان ركن، لكن لا بد أن يضم إلى الإخلاص المتابعة، يضم إلى الإخلاص المتابعة. فالذي يسلم من البدعة هو الذي يحرص على هذين الأمر، أو يجمع بين الإخلاص وبين المتابعة. أما الإخلاص وحده وعدم اكتراث بالمتابعة، هذا سبيل البدعة. أما الذي يأخذ بالسنة ولا يخلص، فهذا سبيل النفاق وسبيل الرياء. المراؤون قد يأتون بالأعمال على وجهها لكنهم غير مخلصين، والمنافقون كذلك، يعملون الأعمال الظاهرة بينما باطنهم على خلاف الحق. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله عز وجل في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي عجلهم فطرة، في إثبات المحبة، إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وقد جاء القرآن متكاثرا في إثبات صفة المحبة لله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والآيات في هذا كثيرة جدا: يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، في آيات كثيرة. ولهذا المذهب الحق، مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة، إثبات المحبة وإثبات كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والنافون للمحبة
وسائر الصفات أو كثير من الصفات على أمرين، إما هم المعتزلة الذين ينفون الحب كله سواء حب الله لعباده أو حب العباد لله، ينفون صفة المحبة البتة، أو الأشاعرة وهم الذين يثبتون أن العبد يحب ربه لكن الله لا يحب عبيده ويؤولون الصفة، يقولون لأن الحب هذا نتيجة النفع والضرر، الحب لا يكون إلا لمن يرجو نفعا أو يخشى ضررا، والله منزه عن ذلك. لا شك أن ورود هذه الشبهة عليه، ورود هذه الشبهة منهم يدل على أن في عقولهم شيئا من التشبيه، لأنهم حينما أرادوا نفي المحبة كأنهم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل، فلما أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى جاء في عقولهم أن الله يشابه خلقه، ولهذا قالوا الحب هو نتيجة ما ترجوه من نفع أو تخشاه من ضرر فينشأ عندك الحب. هذا نظرا لأنهم لم حقيقة يفقهوا الفقه الدقيق لما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وأخبره عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فنفوا هذا لأنه جاء في عقولهم الاشتباه. ولهذا السنة يقولون إنهم هؤلاء شبهوا الله بخلقه وعطلوه من صفاته، لو لم يرد في عقولهم التشبيه ما نفوه عن الله عز وجل. أما السنة يقول لا، نثبت لله ما أثبته لنفسه. لماذا؟ لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أولا هو أعلم بنفسه، ولأننا لا نشبه الله بخلقه أصلا. لماذا؟ قال لأن المخالفين سواء كانوا أشاعرة أو معتزلة يثبتون بعض الصفات قطعا، فالمعتزلة مثلا يثبتون صفة الحياة ويثبتون صفة العلم وكذلك أيضا الوجود لله عز وجل، وإن كان الوجود قد يكون من الصفات التي يعتبرونها محل خلاف، والأشاعرة يثبتون صفة الكلام والسمع والبصر والقدرة ونحو ذلك. فيقال لهم إذا كنتم تثبتون صفة الحياة وتثبتون صفة العلم، أليس الإنسان أيضا موصوفا بالحياة وموصوفا بالعلم؟ قطعا سيقولون لا، سيقولون نعم، لأن الإنسان حي والله حي، فهل حياة الله كحياة خلقه؟ قطعا لا، وهم يعرفون ذلك. إذا لماذا حينما أثبتنا الحياة لله لم يلزم علينا التشبيه؟ لأنهم يقولون حياة الله تختلف عن حياة الناس. نقول وكذلك الصفات الأخرى، فكل ما أثبته الله لنفسه يختلف عن ما وضعه في خلقه. فإذا كان الأشاعرة يقولون مثلا الله سميع بصير، هم يقولون أيضا الإنسان سميع بصير، لكن سمع الله غير سمع خلقه، وبصر الله غير بصر خلقه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول وكان الله سميعا بصيرا، ويقول في الإنسان أيضا إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فسميعا بصيرا التي هناك في سورة النساء غير سميعا بصيرا التي في سورة الدهر، فهذه صفة للمخلوق في صفة الخالق، ولا بينهم أي اشتباه ولا في مجال الاشتباه. إذا كذلك الحب، حينما يقول الله عز وجل إن الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيل صفة ويحبهم ويحبونه في المؤمنين ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، حب يليق بجلال الله، كما أن العلم علم يليق بجلال الله، وكما أن الحياة حياة تليق بجلال الله. ولا وحينما أثبتنا العلم والحياة والسمع والبصر والكلام والقدرة لم يلزم علينا التشبيه، كذلك حينما نثبت الحب والغضب والضحك وكل ما جاء في السنة وجاء في القرآن، فالأشياء التي جاءت لله نثبتها كما كانت، ولا يلزم المشابهة، لأن الله عز وجل هو الذي أخبرنا عن نفسه، ونحن لا نعلم عنه سبحانه وتعالى ولا نكونه شيئا إلا بما أخبرنا. فهنا مثلا أحب إلي عبادي أعجلهم فطرة، فالإثبات كما قلنا صفة المحبة. مسألة أخيرة وهي أن لا شك قطعا أن أحب الخلق إلى الله هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل عليه الصلاة والسلام، كان يواصل. إذن المراد هنا أحب إلي عبادي أعجلهم فطرة، إما من الذين لا يواصلون إذا أرادوا أن يفطروا، وإما إذا قلنا إن الوصال حرام ومكروه فإن النبي صلى الله عليه وسلم خارج من هذا، لأنه مخصوص بجواز المواصلة حينما قال إني لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور.
رواه الخمسة وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهذه أيضا في مسألة السحور. في الحديث الأول لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر, في بعض الروايات وأخروا السحور عند أحمد, لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخروا السحور. إذن من السنة كذلك تأخير السحور, وكما قلنا في الإفطار نقول في 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 السحور, بمعنى أن الإنسان يؤخر السحور لكن إلى قبيل أو عند طلوع الصبح. وأيضا ما قلناه من حيث الحكمة لأن المقصود الامتثال, فأنت تتحرى السنة فتؤخر السحور. ولعل أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخروا السحور, مع الأسف أن في أحوالنا الآن عدم تأخير السحور يوجد في كثير, مع الأسف في 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 بعض الأمة كثير منهم مع الأسف يقدم سحوره ويأكله ثم ينام ولا يصلي الصبح, بل لعله لا يأكل إلا الساعة الواحدة والساعة الثانية ثم ينام أو نحو ذلك. ومن هنا ندرك خطورة قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخروا السحور, وهو إخبار أو علم من علامات النبوة, حينما كما قلنا هو يدل على أن الناس ستتغير وعلى أن مظاهر الخيرية فيهم هذا من مظاهرها أن يعجل الإفطار ويؤخر السحور, لكن إذا اضطرب الحال فدل على أن في الأمة اضطرابا. ومع الأسف كما قلنا وبخاصة ما يتعلق بالسحور يوجد كثير ممن يعجلون السحور بمعنى يبكرون به ولا يجعلونه في آخر وقت السحر, وهذا فيه خطورة وبخاصة في ما يشير إليه هذا الحديث لا يزال الناس بخير فيفقدون كثيرا من الخيرية بفعلهم هذا, ويدل على حصول نوع من الاضطراب ونوع من التغيير ونوع من الخلل في الأمة. وكما قلنا الذي قلناه في الإفطار نقوله في السحور من حيث إنه يؤخره بحيث لا يخرج الوقت, وكما قلنا يعتمد على الأذان ويعتمد على ساعاته إذا كانت دقيقة, وكذلك أيضا ينظر في طريقة أكله, إذا كان مثلا السحوره يستغرق نصف ساعة فإنه يبدأ مثلا قبل الوقت بنصف ساعة إذا كان يحتاج إلى ساعة, إذا كان ربع ساعة ينبغي أن يبدأ بسحوره قبل خروج الوقت بربع ساعة, هذا هو تأخير السحور. وإذا كان في خمس دقائق وعشر دقائق ونحو ذلك هذا هو الذي يتحرها الإنسان لكي يصيب السنة ولكي يدرك الخيرية التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. ثم أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم سحروا فإن في السحور بركة, لكن طبعا على كل حال السحور اسم للمأكول اسم للطعام, السحور بالفتح اسم للطعام, ومثله الوضوء اسم للماء, والطهور اسم للماء, والسحور اسم للفعل, والوضوء اسم للفعل فعل الوضوء, والطهور اسم للتطهر نفسه يعني للفعل. فإذا قلنا فإن في السحور في الأكل أو في السحور في الطعام, لا السحور الطعام بالفتح, هي استسحروا فإن في السحور يعني في الأكل الطعام الذي هو الطعام هو اللي فيه بركة. وقد يكون في السحور اللي هو الفعل ولا مانع يبدو أن تكون هذه أو هذه الحقيقة في التأمل أن تصلح لهذه. فإذا هذا السحور اللي هو الأكل اللي فعلكم فيه بركة أو المطعوم الشيء تطعمونه فيه بركة, فإذا قلنا السحور فنراد بمعنى أكلة السحر, ولعل هذا مما يؤيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر, فإذا قلنا أكلة أصبحت السحور. أو الأكلة أيضا تنفع حتى الفعل يعني ما مشكلة تصل تنفع هذه وهذه, حتى الأكل بمعنى الفعل بمعنى أن نأكل أيضا أكلة تكون مصدر مرة أو اسم مرة, هي مصدر من المصادر اسم مرة أكلة من مصادر, وأكلة بمعنى مأكول لأن المصدر يأتي باسم الفعل بالاسم الفعلي ويأتي باسم بالشيء المأكول. فعلى كل حال يبدو يجوز فيها الوجهان على أي التأويلين, يجوز فيها الوجهان على أي التأويلين, لكن على كل حال الحديث يدل على أن البركة في السحور. وطبعا البركة من عدة أمور, أولا من حيث أنه اتباع للسنة, ولا شك قطعا أن الخير في السنة وأن البركة في السنة, وكلما وفق العبد التزام بالسنة فهذا من أظهر مظاهر الخير والبركة قطعا. والأمر الثاني أنه يعين على الطاعة, وأكلة السحر تعين على الإنسان يكون قويا في النهار,
بحيث يؤدي أعماله ونشاطه كالمعتاد، وأيضا كما تعلمون النهار له عبادة والليل له عبادة، فيؤدي عبادات النهار أيضا بقوة ونشاط، وهذه أيضا لا شك أن من بركات السحر. ثم أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، دليل على أن الأشياء فيها بركة وأن الأشياء مباركة، وهذا أمر يجب أن نعرفه. والناس يعني الإنسان قد يكون مبارك، والبيت يكون مبارك، والمرأة تكون مباركة، وطبعا الأشياء التي نص عليها كذلك أيضا كبيت الله المحرم مبارك، فإذا يدل على أن البركة تكون في الأشياء وتكون في الأشخاص وتكون في الأزمان وتكون في فيها بركة، وهذا قطع ما في إشكال، ما في إنكار، يعني لا تنكر بركة الأشياء ولا تنكر بركة الأشخاص ولا تنكر بركة الأماكن التي نص الشرع على بركتها كبيت الله المحرم في قوله سبحانه إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وكذلك في قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والله عز وجل يقول في حق إبراهيم وإبراهيم وإسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم نفسه مبين. وعيسى يقول واجعل لي مباركا أينما كنت، وقال وجعلني مباركا. فالبركة حق، البركة حق في الأشياء في الأشخاص، وكذلك قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا في السحور بركة، فدل وكذلك بعض الأزمنة تكون مباركة والأماكن تكون مباركة، وقد يكون أيضا بركة في بعض النساء وبركة بعض الدواب وبركة بعض النواصي تكون مباركة، ولهذا تدعو أنت أيضا في أهلك عند الدخول في حينما يدخل رجل بأهله يدعو لهم بالبركة ويأخذ بناصيتها ويمسح بها ويسأل الله بركتها وأن تكون مباركة، وكذلك أيضا إذا نزل منزلا اللهم أنزل منزلا مباركا، فتسأل الله عز وجل أن يعطيك بركة البيت بركة منزلك. فالبركة حق، وقد يكون بعض الصالحين وبعض العلماء وبعض الذي فيهم بركة ويبارك الله فيهم، وقد يكون بعض العباد بعض الآباء يكون في بركة على أولاده بركة على أهله، بل قد تدرك بركته حتى السابع من ولده ومن ذريته، هذه أمور حق وهذه أمور لا تنكر ويجب أن نعرفها ويجب أن نميز بين الحق وبين الباطل. إذن البركة صحيحة، ولا شك طبعا أن البركة العظمى هي في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المباركين عليه الصلاة والسلام، والبركة فيه وفي سنته وفي نبوته وفي شخصه عليه الصلاة والسلام، بل وفي آثاره بركة فيه عليه الصلاة والسلام، حتى في جسده وفي آثاره، يعني حال بركة قطعا في شعره في ثيابه في ريقه عليه الصلاة والسلام، هذه ما ليست محل نزاع، ويتبرك عليه الصلاة والسلام بآثاره عليه الصلاة والسلام وخاصة في حياته، هذه ما في إشكال. لكن الأمر اللي يجب أن يتقرر بعد 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 إيماننا بهذا وأن الأماكن تكون مباركة وبعضها ليس كلها، بعض الأماكن مباركة وبعض الناس مباركين وبعض الأزمنة مباركة، لكن ماذا يعني هذا؟ هل يعني حينما نقول إن هذا مبارك أولا لا نقطع لأحد بالبركة، وهذه مهمة يا أخواني، ما نقطع لفلان ولو رأيناه يطير في الهواء، ما نقطع لأحد بالبركة ولو كان أعبد العابدين وأصلح الصالحين، ما نقطع له بالبركة، لأننا لا ندري حقيقة ما بينه وبين ربه، وإن كنا نحسن الظن بالمسلمين كلهم وأكثر وحسننا أو وظننا أكثر حسنا في الصالحين، وإذا رأي الإنسان متعبدا نرجو له أكثر، وإذا رأيناه على علم نرجو له أكثر، ولهذا أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، لكن لا نقطع لأحد، لا نقطع لأحد لا بجنة ولا بنار، كما أننا لا نقطع لأحد بالبركة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه قطع ما في إشكال، أما غيره أو ما ثبت النص به فقطعا في بركة، لكن مع إيماننا بالبركات هذه ماذا يترتب على ذلك؟ هل يترتب على هذا أنني أعتقد البركة فيك أو تعتقد البركة فيا؟ اعتقادك فيا هذا ليس مبني على شيء، أو اعتقادي فيك ليس مبني على شيء، نعم أنا أرجو الله لك الخير
وأرجو يعني وأسأل الله لك الخير وأسأل لك التوفيق، وبخاصة أني أراك في أعمال صالحة وأراك في اجتهاد في الخير وحب للناس وحب للمسلمين وحب لعز الإسلام وحب لارتفاع الأنبر وفي النهي على المنكر، أمور أرى أنك فيها جادا وناصحا ومخلصا وصادقا، هذا خير كثير. لكن هذه لا تعطي أنني أقطع قطعا ببركتك. ثم لو فرضنا أنني قطعت ببركتك، مثلا بيت الله المعظم مبارك قطعا، بيت الله المعظم مبارك قطعا ما في إشكال، لأن الله عز وجل أخبر بذلك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فالبيت مبارك هذا ما في إشكال. طيب ماذا يعني البيت مبارك؟ هل يعني هذا أنني أتمسح به لأنال بركته؟ وهل يعني هذا أنني أمرغ خدي وأمرغ يدي في أعمدته وفي حجراته وفي جدرانه وفي أرضه وفي حجارة الكعبة وفي حجارة مقام إبراهيم وفي جدران زمزم؟ لو كان الأمر كذلك كان الأمر سهل، لو كان ديننا بهذه السذاجة إن صح التعبير كان سهل، مجرد أني أضع يدي على عمود أو أضع يدي حتى على جدران الكعبة، على لأن أول الكعبة قطعة مقدسة، وكذلك أضع يدي على جدار زمزم أو على بلاط الحرم وأعتقد أن شحنة كهربائية انتقلت إلي وانتهت البركة. لو كان الأمر كذلك كان القضية ما، وأنتم تعلمون يا إخواني أن الحرم يدخله الظلمة ويدخله الفساق ويدخله الفجرة ويدخله السراق ويدخله الزناة ويدخله حتى غير التائبين ويدخله الصلاح والعباد والصلحاء والأولياء. من يفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ ومن يعرف؟ لا يفرق إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعرفهم وهو الذي يحاسبهم وهو الذي ولا ندري من الذي تناله بركة هذا البيت. من البيت مبارك قطعا والبيت فيه بركة تنال بعض الناس، لكن من هذا؟ شيء لا نعرفه، وإن كنا نرجو الله عز وجل أن ينيلنا بركة هذا البيت ونسأله كذلك، ونحن لم نقصد هذا البيت ولا نأتي إلى تقرب الله عز وجل، نجاور بهذا البيت ونتحرى الأوقات الفاضلة ونتحاول الأزمان الفاضلة والمكان الفاضل، نرجو رحمة الله عز وجل ونرجو بركة هذا البيت، لكن من الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم، إذا كان إنسان يأتي سيء الأخلاق، إما أن يسرق وإما أن يزني وإما أن يؤذي إماء الله في بيت الله، أو نساء تؤذي عباد الله في, 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 في بيت الله عز وجل، كيف هؤلاء يرجون البركة؟ مما يدلك على أن القضية ما هي بهذه البساطة، أني مجرد أضع يدي على جدار أو أضع يدي على تراب. ومن هنا يا إخواني جاءت انحرافات البدع من هذا كل العالم، بل حتى يعني ما اقتصروا على البيت المحرم الذي قطع الله لنا ببركته، ذهبوا إلى الأضرحة وذهبوا إلى عتبات البنايات يبنونها لأنفسهم، وهذه قبور أولياء، وهذا أول من يقطع بولاية فلان ومن يقطع بصلاح فلان، فضلا عن أن بعض هذه القبور أصحابها غير معروفين بل حتى أمورها غير ثابتة، وأحيانا بعض الأشخاص هؤلاء أيضا لم يعرف لهم صلاح وسيرهم فيها ما فيها بعضهم، وبعضهم أماكنهم مشتبهة، وهل هي صحيحة أو ثابتة أو غير ثابتة أصلا. ومع هذا تجد العالم، مما يدلك على قلة الفقه وقلة الدين والخلل في المعتقد، يأخذون من الأحجار ويأخذون من التراب ويعلقون الخرق ويربطون الخيوط ويكتبون الأوراق ويسألون الأشياء البركة ويسألون الاستغاثة ويسألون الولد ويسألون كلام، يعني أين ذهب المسلمون وأين ذهب دينهم وأين ذهبت عقيدتهم وأين ذهب صفاء التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك نتيجة الخلل في المفاهيم. نقول بركة، يقولون بركة، نقول نعم في بركة، البيت مبارك، نعم مبارك. تنكرون بركة الصالحين، لا ننكر بركة الصالح ونفيهم بركة، لكن وماذا يعني بركة الصالحين؟ من ينالها؟ إذا كان مجرد أن أضع يدي على يده أو مجرد أن أتمسح به جاءت البركة، هذه مهزلة، حقيقة مهزلة. الله سبحانه وتعالى يعني جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء، وديننا واضح وديننا جلي، ليس طقوس ولا الخرافات ولا 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 مثل هذه التعلقات. هذه انظروا كيف أدت بالأمة، أدت إلى انحراف عجيب، انحراف شديد، بينما حقنا أن نلتزم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعمل الصالحات ثم نرجو البركة. بالله كما قلنا لكم، إنسان يأتي مسيء إلى هذا البيت ويسيء إلى أهل هذا البيت ويسيء إلى المجاورين في هذا البيت وإلى المقيمين لهذا البيت ويرجو بركة هذا البيت، يا أبا الله عز وجل ذلك ورسوله والمؤمنون.
إنما لا يكون إلا الصالحين والصادقين، وإن كان كل بني آدم خطاء، والإنسان لا شك ما جاءوا إلا مخطئين، وما جاءوا إلا تائبين، وما جاءوا إلا معترفين بذنوبهم. فلا نألني أن البركة لا تنال أيضا لا تنال إلى الكمل، لا تنال حتى المقصرين إذا صدقوا، وتنال إذا توجهوا لربهم، وإذا كان تعلقهم بالله. إذا صدقت في تعلقك بالله وسألته أن ينيلك بركة هذا البيت، الله سبحانه وتعالى كريم جواد. لكنك لا تسأل بركة من البيت نفسه، ولا تظنك مجرد أن تضع يدك على الحجر أو على أركان البيت أو على أعمدة الحرم أو على جدران زمزم أن جاءت البركة. كما قلنا هذه مهزلة، وهذا ضياع للدين، وهذا تحول إلى 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 لوثة في المعتقد. فالمقصود أن السحور فيه بركة، وينالها من قصد السنة وتحرى السنة واجتهد في أن ينال أن تتحرى أن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم في تعجيل الإفطار وفي تأخير السحور وفي كل ما يأتي وما يذر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.